انت ليه في هنا؟ والله يا بي انا ماليش ذنب، ابويا هو اللي سماني بالاسم ده. رد عدل على حضره الضابط يا ابن ومعاك تاني يا دوم احسن اجيبك نصين. لا وعلى ايه؟ طيب احسن ايدك عشان بتشائم. قوم اوعى بس ايدك. امشي وانت. انا ماليش دعوه خالص بصحاب البيت. قول لي الكلام ده بتحقيق. انا ما اعرفوش يا بيه، حتى اسال كل الناس ليه. لا انا خواد اسمع كلام حد بالظبط. انت عايزني اشغله معايا في الجورنان يا توني؟ ها لا دي مش حاجه عادي، الراجل دي مش حاجه عادي ابدا. ايوه مدحت. خلاص وراح المحافظه. عظيم. لا لا خلي كل حاجه زي ما هي. مع السلامه. هما هيفضلوا سايبيننا بالشكل ده لحد امتى يا ليفي؟ ما تقلقش. هما عاوزين مننا ايه؟ عاوزين يحطموا اعصابنا. طب ليه؟ علشان نقول لهم اللي مش لازم نقوله. دول سابوا كل اللي في القهوة وجوم عليك انت بالذات. لأنهم عايزيني أنا بالذات. وخدوني عشان أنا كنت قاعد معاك. قلت لك من الأول ابعد عني يا إبراهيم. طب أنت مين؟ أنا ليفي كوهين. أنت قلت لي في اسكندرية إن ده مش اسم. وبعدين معاك بقى؟ ما انا لازم اعرف اسم. اشمعنى؟ افرض حصلت لك حاجه، مش لازم نعرف انت مين يا ليفي؟ المصريين مالهمش امان، وبتوع الثوره دول عساكر، الواحد فيهم ما يعرفش ابوه. اسالني انا، اسمع كلامي، احنا عشنا معاهم، انت ما عشتش معاهم زينا. ثم انت فاكر ان انا هقول لحد على الاسم؟ طب احلف لك برحمه ابويا والتوراه ما هجيب سيره بالاسم ده لحد. بالعكس ده انا اسمع كلامي. والله يمكن يكون معاك حق يا إبراهيم، يمكن يكون معاك حق. مش بقولك أنا؟ مش بقولك؟ طب اسمعني كويس وفتح ودانك كويس قوي. أنا اسمي يكوف حنانية. يكوف حنانية؟ يكوف بنيامين حنانية. زي ما يكون الاسم ده مش غريب عليا. انا اختي اتولدنا هنا في مصر. ابويا الله يرحمه كان الخواجه بنيامين حنانية. كان مشارك الخواجه صروف في بدايه حياته. بدور مين؟ مين؟ وبعدين يا ابراهيم الخواجه صروف بتاع الموسكي. ما قلتش كده من الاول ليه؟ لان الانجليز لسه بيدوروا عليا لغايه دلوقتي. طبعا الموضوع ده عدى عليه يمكن اكتر من 16 سنه. وبعدين اسم ده لو عرفوه المصريين اكيد و100% هيوصل للانجليز. وده لو حصل هتبقى مصيبه يا ابراهيم، هتبقى مصيبه. ابراهيم ابراهيم ابويا قبل الحرب هاجر بينا على المغرب. كان عندي يمكن 10 سنين. وقبل ما حصل 15 سنة الألمان اصطادونا هناك. أبويا وأمي ماتوا في المعسكرات هناك. وأختك مين فيكوا ليفي كوهين؟ أنا ليفي كوهين. ده اسمك؟ أيوة بيه ده اسمي. أنت اسمك ليفي كوهين ولا جون دارلينج؟ إبراهيم أنت بتقول إيه؟ ده اللي حصل. جون دارلينج حتة واحدة؟ ده اللي قاله الظابط. وليفي كوهين عمل إيه؟ ولا حاجة. قال إيه يعني؟
قال انه ما يعرفش حاجه عن الاسم ده. وصار تصدقه؟ طبعا لا. حقق معاه ساعتين ونص لحد ما انا مشيت. سالوا عن ايه بالظبط؟ عن كل حاجه، واللي حصل المره اللي فاتت حصل المره دي بالظبط. ازاي يعني؟ ما قدرش ياخد منه حق ولا باطل. امال انت افرجوا عنك ازاي؟ ابدا. الضابط من ساعه ما دخل كان مشغول بليفي، كان واضح انه جاي مستقصده، نايم له ومستريح وجاهز قوي. وبعدين فجاه التفت ناحيتي وكانه بيشوفني لاول مره. طب انت قلت من شويه انك انت ايه ده؟ انت مين؟ انا ابراهيم سليمون يا سعاده البيت. انت هنا من امتى؟ انا من بدري. بتعمل هنا ايه؟ ومين دخلك الاوضه ديت؟ يا فندم ما هم اصل لما جم على ايه اللي جابك هنا؟ رد على السؤال. هم مين؟ حضره الضابط والمخبرين. انت بتشتغل ايه؟ انا ساعات يا سعاده البيت. معاك جنسيه؟ انا مصري ابن مصر يا فندم. وايه علاقتك بالواد ده؟ انا ماليش علاقه بيه خالص، ده انا كنت قاعد معاه على القهوه. يعني بتشتغل معاه؟ انا ما اعرفوش خالص سعاده البيه، حتى اساله. هو امر القبض صادر على مين؟ ليفي كوهين يا فندم. مفيش حد تاني؟ لا يا فندم. يا شاويش مدبولي يا فندم. الواد ده مين اللي جابه هنا؟ ده جه معاهم يا فندم. طب انت دايما لازم صدق. حضره الملازم روح من بدري يا فندم. طب خد الواد ده من هنا، واذا جاي تعمل له وارد اعمل له افراج. مفيش وارد، خليه يروح. حاضر يا فندم. ده حكايه ما تطمنش ابدا. ازاي يا هزه؟ جون دارلينج حته واحده وانا ما بقاش ابراهيم لما طلع هو. امال ايه حكايه ياكوف بنيامين حنان يا دي؟ انت عايز جون دارلينج يقول لك انا جون دارلينج برضه؟ لا، ما احنا عايزين نعرف بالظبط كده ده يطلع مين؟ ليفي كوهين ولا جون دارلي ولا ياكوب بنيامين حنانيا؟ بسيطة. هو مش بقول ان ابوه كان شريك الخواجة صاروخ؟ المية كدب الغطاس. هو ده اللي قاله لابراهيم؟ وده كل اللي قاله ابراهيم ليا انا وسوسو. وانت ناوي تعمل ايه يا عزر؟ انا اتفقت مع سوسو على انه اول ما يخرج يبعته هنا يعمل شغل مع الوكالة. ليه؟ عشان تشوفه. غلط يا حبيبي، غلط. هو كل من قال ابويا كان يعرف الخواجة صروف تقوم تجيبهولي؟ هو انا قلت يمكن حضرتك تتعرف عليه. مش دلوقتي، اللي تشوفه. تبعتوله اكل بكرة في المحافظة؟ جرالك ايه يا عزر؟ امال في شيبرد يا حبيبي؟ ايوه انا بقول يعني ان اذا طلع هو جون دارلينج. مالكش دعوة انت يا حبيبي بالحاجات دي. انت مش بتقول انه مستعد يهرب فلوس لسوسو وطالب نسبة 25%؟ خلاص ادوله فلوس علشان يهربها. طب واذا طلع؟ عمرك ما هتتعلم يا عزر. طب فهمني. جون دارلينج يا حبيبي له اسلوب وطريقة في تهريب الفلوس والناس. ادوله فلوس واحنا نعرف اذا كان جون دارلينج ولا لا. طب واذا طلع مش هو؟ يفضل ياكوف بنيامين حناني. حاجة تانية؟ الاكل. ابعتوله اكل بكرة، غرقوه اكل. واذا طلب حاجة تانية خليني اعرف الاول. انت بتقول ايه يا ابراهيم؟ هو ده اللي حصل؟ انت متاكد انه جون دارلينج؟ اسمعيني كويس يا ساره، بكره الصبح تروحي له المحافظه. ايوه الصبح، وتاخدي معاكي كل اللي تقدري عليه من اللي تعرفيهم، وخدوا له معاكوا اكل، اكل كتير. لاحظي انه بقاله يومين ما دقش فيهم ولا لقمه. ما يكونش عندك فكره يا عزر. شالوم الو؟ زعقي شوية يا سارة، أنا مش سامعاكي. مش معقول. مين؟ إيه؟ جون دارلينج؟ اوعى تجيبي سيرة الاسم ده قدام حد من اللي تعرفيه يا كيتشي. بقولك إيه؟ أنتِ بكرة تفوتي على بنت من اللي نعرفهم، وتاخدوا له أكل وتروحوا له على المحافظة. أنا هكون هناك. وأنا بنت خالك. حرام عليك.
واحدة اهدي كلكم كده، عاوزين تدخلوا الاكل ده؟ ايوه حضرتك الصور. والاكل ده كله لواحد لما شاف وشك نفسه اتفتح. خلاص طولت لسانه وخلاها حلوه. ما تخلوها انتوا حلوه. خلاص الاكل هيدخل. مش راضيين تدخلونا ليه؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ مش انا اللي مش عايز، انا بعت ادي خبر لقولي الامر. ايه؟ بتقول ايه يا مجدي؟ زي ما بقول لسيادتك يا فندم ما عدتهمش، بس هما يطلعوا يجي 20 بنت وكلهم جايبين له اكل، عاملين مظاهره. مظاهره فين؟ طيب يا مجدي يبقى خليني في الصوره باستمرار، مع السلامه. مظاهره ايه اللي بتتكلم عنها؟ مظاهره من بنات اليهود. يعني فهمني ايه الحكايه. ده ايه ده يا بيه ده؟ اكل يا ليفي، سندوتشات فراخ، مكرونه فرن، لحمه روز بيف. ايوه يعني، بس مين الاكل ده كله؟ ليك طبعا، وفي حد غيرك في الاوضه دي؟ وده مين اللي بعته ده؟ بنات خالتك وبنات خالك واخواتك. اللي قول لي يا ليفي، انت كل عليكم بنات؟ طب والاكل ده يعني مين هياكل كل ده؟ انت طبعا، وهتاكله على داير لقمه. اقعد يا شاطر. بسم الله.